كل الحرائق تم إخمادها هذا اليوم على الساعة منتصف النهار، وخاصة حريق هلالة الذي دام حوالي 4 أيام في مكان جد صعب ومسالك جد صعبة. إذا تمكننا هذا اليوم من إخماد نهائي للحريق. العملية الحراسة متواصلة إلى غاية اليوم الغد إن شاء الله. كما شبه هذا اليوم حريق على مستوى تجمع سكان سطيحة كبلدية بوشطاطة ودائرة الحدائق، حريق مهول. تدخلت إسعافات هنا من أجل إخماد الحريق، وكل يعني كل الفاعلين من الدرك الوطني للجيش الوطني الشعبي والغابات يعني بالتنسيق كامل تغلبنا على الحريق وتم إخماده. كما راك تشوف اليوم يعني وقع الحريق هذا في منطقة اسمها إنلوبة في بوشطاطة محمود. كانت ليتر أراضي تاع بريفي تقريبا ليتكاسو، ولكن ماشي يعني أشجار مطبيرة وراهي غابات كامل راهي أبوندوني دوبوي 1970 يعني راهي. والحمد لله جات بعيد على السكان وقدروا يعني الرجال تاع الحمايه المدنيه والجيش الشعبي الوطني تبارك الله فيهم كامل مشكورين.